اتفضلي. صباح الخير على كل مشاهدينا، خلينا نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة ومن كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة مش بتأثر على حركة المرور. خلينا نبتدي من منطقة رمسيس وبعدين بيكون معانا سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لنزلة غمرة. السيولة المرورية دي بتكمل معانا لغاية نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس احنا شايفين فيه بعض الكثافات البسيطة اللي مش بتأثر، هتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر. لو بصينا على شارع بورسعيد هنلاقي من عند نزلة كوبري أكتوبر احنا شايفين سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. لو بصينا عند الأوتوستراد هنلاقي سيولة مرورية نسبية هتقل بعد شوية للجاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ومطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم احنا عارفين انه مغلق بسبب أعمال إنشائية. ده عيد تاني التنويه ان الإدارة العامة للمرور أعلنت إغلاق كلي لبعض مطالع ومنازل كباري 15 مايو أحمد عرابي ولمدة شهرين، وده ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية وعمل بعض المحاور البديلة أعلن عنها امبارح ومستمرين في الإعلان عنها الفترة القادمة. خلينا نستكمل جولتنا ونروح للجيزة، تحديدا نبتدي من شارع الهرم. احنا عارفين ان بيبقى فيه بعض الكثافات المرورية النسبية في الوقت ده، وهنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لميدان الجيزة هنلاقي بعض الكثافات هتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. ولو بصينا على محور 26 يوليو احنا عارفين انه في الوقت ده لو انت جاي من اكتوبر ورايح لميدان لبنان وفي الاتجاه الاخر برضو هنلاقي السيولة معقولة يعني. ولو بصينا عند كوبري 15 مايو حابين برضو نقول ان في بعض الكثافات المرورية البسيطة غير المؤثرة. الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت عملية غلق جزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال محطة مترو وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. احنا عارفين ان الغلق من بداية تقاطع الهرم مع شارع المستشفى ولغاية التقاطع مع طريق المريوطية وبطول 375 متر، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية اللي برضو نوهنا عنها وحنوالي التنويه عنها في الفترة القادمة. خلينا نروح للإسكندرية، احنا شايفين قدامنا بعض الكثافات البسيطة موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة ممكن نلاقيها في المنطقة المحيطة عند كوبري ستانلي، وكمان هنلاقي عند الإشارات كثافات متقطعة في طول الكورنيش. لو دخلنا بقى الشوارع الجانبية هنلاقي سيولة مرورية نسبية وما عندناش أي شيء ظاهر في الخريطة ممكن يكون بيعرقل المرور. خلينا نكمل جولتنا ونروح لأسوان ونتابع الحلقة المرورية هناك. احنا هنبتدي من شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة احنا شايفين سيولة مرورية تامة على طول الشارع، ممكن نلاقي بعض الكثافات البسيطة لغاية ما بنوصل لمحطة القطار. احنا متوقعين ان احنا نلاقي بعض الكثافات البسيطة حوالين محطة القطار، وكمان كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، برضو ممكن نلاقي في بعض الكثافات المرورية. إجمالا ما عندناش أي مشاكل النهاردة في الطريق إلى الآن، إن شاء الله يومكم يكون حلو. نروح على طول لشاذلي والهدين نبتدي معاهم أخبارنا، اتفضل. شكرا منك.